أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. وحن قجرنا كتابك عمدة أحكامك أها شيخ وحن قجر كتاب الصلاة أيو كجري نوحو كهلاي باب المواقيت أيو كهلاي باب المواقيت أيو كهلاي حمرين حديث كي كهلاي وقت هذا الصلاة لا تكذو وقت هذا الصلاة لا تكذو الحديث كوجد به مركان كهذا الشيخ هذا نوحو كهذا الحديث كلا وكاس وكلا رعسيسا لكن أسقنا زيادة كلا كجرته مركز الشيخ الحديث بدن وكينا يا وكهلاي أو كهذا يا مواقيتك هذانا مركز دمبا الحديث كلو أجو كينا لكن وحير زيادة يراكو جرت عن أبي منهال سيار ابن السلامة قال حديث كان حصور يي أبي منهال سيار ابن السلامة وعلي هاي وأن تابعيا قالوا حول دخلت وحن قالي أنا وأبي أنا أبيه على علي أبي برزة الأسلمي أيان أماني فقال له أبي أبيه وحكيري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة نبي عليه الصلاة والسلام ستو تكجر صلاة مكتوبة أما صلاة فرضي مكتوبة وحلجر صلاة فرضي سو تكجري أيو ويدي فقال وحكيري نكا ويدنا واسحابي وي معايل أبو برسة أسجي أبيه سبا مرعيس وأسكو خلافا وحلجر نظرة ابن عبيد ما لديه جري سيدوك نذر ابن عبد الله وليرها نذر ابن عابد وليرها عائد نكا صحابي أيو ورصد وحكوير كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وتكون جري صلاة مكتوبة دا. فقال وحكوير كان يصلي الهجيرة صلاة أكل له لتكذوا صلاة الظهر التي تدعونها الأولى أتكم عاوضان صلاة كوات صلاة كوات محل قبحي محل دعي صلاة الظهر محل صلاة كوات لو جري ما هم معناه إذن أول فرض يالي لكن معناه حتى أول صلاة حديث كي جبريل نبي عليه الصلاة والسلام كو يمد صلاة يقوه الرئيس وتجيه وحان شاقني نبي عليه الصلاة والسلام حديث كي بخاري إنه جبريل وبرأي وقتين لو تكذو ما لنه يمد صلاة يقوه الرئيس منك وإمانة صلاة ظهر أهي أول كو تجيه هذا لما أنت لبعضه يمد صلاة الظهر آخر كيدو يمد انت عصر كالقارن هذا الظهر تجيه مركز صلاة الظهر وقت كان أول حيث انت عصر كالقارن marka salaadu uu reesul jibriil u tujiyay oo nabiga kaleey isla waqtiga lagu baraayay ayaa uula la yiraahaa marka dadka saxaabada qaar kood waxay ama taabiciinta waxay leeyeen salaatul uula macnaheedu salaadaas weey maxay la salaadul uula dan qilaafkeedu wuxuu soo bixi doonaa salaad hadii cas hadii la yiraahdo salaatul koowaad dhuhur weey salaad labaadna casr ina qaneysa meeshaas waxa ka baxay marka salaadii lagu magacaabay wasadka ahayd oo casr ahayd haafidu ala salawaati was salaatul wusta wa ana iman dad hadis حول صلاة الوسطى وصلاة العصر يا ليجي صلاة الضحى مركو وسطها صفتي قال الله يا صلاة هم يقول حيسا ما سمعوا حيسا أيه الله هذا يا صلاة الله ديت أيه وحلي لي هي مركو هدي المركو الظهر كون نغلو عصر مرك صلاة الله حمل غناي صلاة الله الحين سيد هذا عصر الصبح على لسقها استقلاف بحكم تاريخ صلاة الوسطى صلاة الصبح مية مس صلاة العصر وأنا ما دون استقلاف كده مركو تاس أكون مع عودا صلاة الأولى وحول صلاة أسو أتوكتان معناها وتجي كان يصلي وحوتجي وتكون ينبع على الهجيرة صلاة الهجيرة وحوتكون ضهرك التي تدعونها الأولى أقوم عذا كو صلاة كوات حين تضحين الشمس حين زالت الشمس مركي قرحة إكس لحبرتك إكس وشو أي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر وتكون جري ويصلي وحوتكون جري العصر صلاة عصرنا وحوتكون جري ويصلي ثم يرجع أحدنا مركي صلاة عصرك وشيغيا عيري عصرك وحوتكنا يوم ثم يرجع أحدنا إلى رحله جريس ونكل ملابطه معنا صلاة الظهر مركي لتكذو قفك جريس وآذو يري أو ملابطه إلى في أقصى المدينة مدينة ماشي نبغى عليه المساجد تكويل ماشي قدام بيس المدينة حدود جريها قدام بيس إنه جريس ملابطه والشمس حال أيتا حية مت إفيسة قرحنا إفيسة وتكنا نعم إذن وحوي صلاة عصر أيدين وحال تكون قرحة كل لا تكون يا معناها لكن وافيس ما كل لا وافيس معايا صلاة عصر مركي لجارو
حي وحلال جدا سأد منك وافتين كذي يعني. لكن عصر كمركي مخرك أصيد وذا قرحة افتين كذي واسي يرانا وافتين وجال عمل يسكو بدري سفرارة قلاي سأزراد عصر كانوا حالته كجري سأزراد أمرك حديث كان حديث وياي عصر كإن ذلي مثلين كلتو كذو أي مثلك بجمهور كأي حديث كان صدر السود بينما مثلك أبي حنيفة شيخ سأزراد عصر كإن آخري وقباصة قدر لقيتو كذو ونسيت وحي راوي وحن إلا بما قال في المغرب المغرب وحك الشاقي أيو إلى مغرب ومركب الصلاة دي ولا يقانا وإذا وجبت الشمس وقرح عمرك يدعى على مغرب لا تكون على سيدي هو أصلي خلاف أمتا لكن عسرك يا قرح ذي وتاقل لتكنا مركب قرح الآدمي وفتيني سا قرح المريع رتا مرحلو إني كلا ليلة كاس أيو مركب شرايو إنو شاقي ربا عسرك نو حالته كذو يري قولي قفكين مركب قول الله بتو ومدين قيس كذو كسو الله بتو معنا عسرك يدورك وعوي ومدحيو معنا قرح ذي ويري وفتيني سا يالو تكوني وكان وحا هذا يستحب وحا صناء هذا نبي وحو هاجر أن يؤخر من العشاء صلاة عشين ديبو ديغو التي تدعونها العتمة عشاء هندتك أكون معنا العتمة عتمة وحريرها مقدق مركو قلو ولذلك إرباديها استعماله عتمة أن صلاة عشاء وحي يكفر لي بضنتها إن لغو معنا صلاة العشاء لكن ذاتك عربيين تاه وحي يجري مقدق مركو صوق قلو مخرب لما هذا عتم يكون معنا وإري رلميق استعمالان عتمة وحالو كينا قيل أيها حليه عانها مركي لقى ما لا عتمو وحدي جرين هلا مقدق هلا قولي سقيلة مركي مقدق هس عتم على قومك عابا مركي ولذلك كراهي ومركي عشاء عتم على ذهبه معي الحديث النبي كسر عليه الصلاة والسلام ده أيوه لا تقلمنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء صلاة دين عشاء وكم عوضان يعني قب بذينه صلاة عشاء عرب تدري نميجي نقطة يتان صلاة عتم هذه هنا أيوة حكوت لهان فإنها من كتاب الله إلهي كتابه عشاكم وقعابه عشاكم وقعابه وإنما تعتموا وحليها بحلاب الإبل كوه قيل اللي سأيا عتبذ القرية لكن صلاة العشاء لو مع إلهي سبحانه وتعالى من بعد صلاة العشاء مركي عورضك هلا ركي الله يسكر لقاء من بعد صلاة العشاء مركي إلهي مقعيسي كتاب إلهي من كتب العشاء أي عتماكم وقعابنا مركي رنك رأيوك مركي أسكا باب ولذلك مكروه لي صلاة العشاء صلاة العتمة اللي هو ما قعابه لكن أصلا ما دام أنين غير ميك لو شرح عايو أي وحوره ولذلك وحوله صلاة الأولى أتراهن أذنك صلاة أنا أعتمد أتراهن ولكن إني له مبنان ومعنها التي تدعونها العتمة وكان وحوها نبي عليه السلام يكره مد كراه سدا النوم قبلها قبل العشاء ولذلك صلاة العشاء هرتيز إلى السيحة إنها ترى هدو عشاء أنت لقارنا سيحنا هدو عشاء وصوكاعة مكروه ومبنانا حي يا سردنا كل تيكرت صلاة عشية أجر كيدنا وقف كرو سازرادة وحول لي النبي عليه السلام وكان وحوها يكره إنه كره سيدنا النبي عليه السلام النوم قبلها قبل صلاة العشاء إن له وردنا كراهية هيد بس وحول والحديث بعدها إلا شاكيستو إذا كأي شاكيستان عشاها مركلتك إلا سكسيح ذا الربا شيء كذا مبنان وكراهية إذن وباب الكراهية محايا لي شيء كذا بعد العشاء أشي كيسين يسيد وحيكو قفني سالة صبحي كديريسا هذا هبينك نفرتيت سهر كالا لجيدا تتك نفرات المسلسلات إيشيكا كالا إيو فلوكو در إيو إيو واتساب إيو فيسبوك يحاولو نفره ولذلك باب فيسبوك كانو هبينك لقلايو أما واتساب كان نبو كيني كراهيوي هذا أول بقل يسمانتي فيسبوك قل عشرة كان يسو حكا يسو معنك الله تتك حلاشي كان يسا كان الله يا اسكال أفضتك حارات كون نفره مركا وحول لي النبي عليه الصلاة والسلام والحديث بعدها بعد العشاء وحوا كان يكره النبي وكره سجري إلا سيحذر ولذلك علماء وحيك استثنوا ذين كره بين حديث كان لشيء قايم أو صلاة العشاء يا لا شيء كيسنن شيء كذا مصلحة كوتر توي بنان تحليل شيء كذا مصلحة كوبنان وكب ولا قرابة ولذلك وصار النبي عليه الصلاة والسلام إنه كنا فري شدد في شيء سيستودي إنه بعد صلاة وغرق سيحان النبي عليه الصلاة والسلام وأسوء عرفت ولذلك قارك لو حيكو دراسة وكان للعلم وكتسان ويكتنا علم مصلحة الناس هذه ذاتك مصلحة ذات مصالحة الله وغفها شي سينيسي أما الدولدي أيارة أرم ومضيها أو كهد ليان عاوز بلانسدين إني ذاتك مركي حركات كالدك طبوق كالدك إن أرمتها سقوقو فرقها سقلو كاسو كالو بناني اللي هين ولذلك نبو عليه السلام أسحابتي سوال السحري لباب العلم وبنات عليه ذلك علمي ولذلك إمام بخاري وبابي بابه وحول لي السمر بالعلم ساسه بابي باب يوسمي يقول الله علم نفر وذلك علمي يوسمي يدير سنايو علمي فائدي سنايا
إني مركز دفري كران ولا قريب كراهيد أنت كلا لك وإيش كصهر وأنا قانوتك أسك دفري بينك وعلي هي شيء كوين دفري كراهي واي كاسة سوق ليس وكان وحوى النبي عليه الصلاة والسلام ينتفل من الصلاة الفجر غداتي صلاة الفجر كان وحوى ينصرفه ينتفل بعد ينصرفه وعكب بحجر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صبحنا حين يعرف الرجل جليسه مركي السلام عليكم ليراو اللي هذا أنا مقدكم وجود نلا بجورنا أصحابته فينوس مكتوب وجود مساجدكم نلا كمشدنا مركو عليها صلاة صبحنا وحوى النبي كبح الجري مركي السلام قال نك لا فدي وقرنا ويري معنا أفتيك يا بلاو هبل وده كرا لكن صلاة مركي لقلا مقدوا لما كسايدك وعيهين أنا نقدر شكل يسي عدك يس أجرت قاروي لكن إن وجه يس كلير وأركتت صلاة صبح لو مقلين لكن عليها مركي صلاة صبح لقب بحق نك مركو السلام عليكم وجراه ونك دين عيسى فدي وجه يس كلير وأركاي نعم صلاة الفجر كنا صلاة عيد أو بحليه وكان يقرأ وأخرج صلاة الصبح بستين إلى المئة آية معنا لحن آيات إلى بقول آيات مرك حديث وان شكنا عاين النبي عليه الصلاة حديث عائشة وصو شكته وهم أسبوع حرام صو آخرنا وواب كنا كجرا يوتيوب كنا كجرا وده يسي غلس لو كتوجرا غلس صلاة مركي لقلا غلس يا لو بلابا لكن مركي لقى بحاي وحنا رافتين كنا صو قالوا نعم مركي لقى ماذا بحنفيه وأصلاً حديث سودي استئهات أسير الصبح صلاة الفجر كا هلا عدان كلي قريب نعم أساسنا لو جمعين كرا إن ممكن لو قبل الله عدان كلا وقبحه حديث كان أساسه شيء قام مركي قول حنفي يو شافي جمهوركم هلك سوا لو جمعين كرا نعم إن ممكن لو قبل الله قبحه أفتنك وعلى دين ممكن لو قبل ممكن لو قبحه نعم تاسع الدين حديث كان عدان يا إنه مركو النبي صلاة كبحه نينك من نينك ولف دي وجهي تكلم وأركجري وأفتنك أصوك عليه أي شيء قاي نعم نعم ولذلك هذا كان وقت يقع عصر كي صلاة الظهر كذا خلاف العلماء حتى علماء الشافعي وحي مثلاً هي كقاتين وحيسكو خلافين وقت يقع وفضيلة قرموي وقت يقع فضيلة اللي وقت يقع صلاة وحلا هذا وقت الفضيلة وقت الاختيار وقت الكراهية اللي هذا وقت الكراهية هذا حوالي صلاة كستين أقل كذا كتكتو منافقين تلوي غان ظهر منكم بحاجة عصر ظهر هيك تقربوا ظهر هيك تقربوا ظهر مكسب بسينا صلاة المنافقين الله أما عصر كيو ضا هنا وحوله مغرب قال الدين ربع وأردا أنتم مغرب اللي قارنوا تكنا صلاة دي وقت جاي وقت تكين كاس ومغربكم كم قلوبين لكن وحوى وقت جاي وقت الكراهة الله وقت الفضيلة وقت الاختيار نواجرة أما وقت الجواز وقت الفضيلة هذا مركب أول كيد قرميوي محي الحديث وحوليها وكان دم كان وحفا إذا استمرار فائدة كان يصلي معنا استمرار النبي عليه الصلاة والسلام ساس وتكون جرا لغلا صبح وقت جاس وتكون جري عصر وقت جاس وتكون جرا للليل ساس دراد يد وقت جاس وتكون جري مركه وهيك أنتي اللي إلى وقتك فضيلة محاوي وحلي مركه كان يصلي حين تذحن الشمس مركيلة متزور الشمس مركيلة معنا النبي عليه الصلاة والسلام حليه وحلي مركه دورك الله برنيس أي وقت بلا برس الناس وافش علم الشافعيين قبل كاس حتى يقول له صلاة مركا تكتي وأولك اللي محاوله هذا وحل سمايا صلاة مركا تكو لا ديمو سنن تكنا سنن ظهر تكنا أفرق على تكنا سنة سنن كاس وقت واقب مركا إن لقوا حساب قارا وحليين مايا قال هذا مركا زو شيء هدي تكو وين وقت فضيل المهرين لكن قالك قالك واسع سنو كراه سنايو قفك هدو حتى يكون مشغول سنة صلاة كله أما مساجد إسكف فديو أصل صلاة كجورة لمتى وقت فضيل هذا واهي المركز إن قولك أصله أيف يعني نعم إن مركز حديث كان وعكينا يا مركز إن إن نوفا إذا وحيابه هو زايد حكم إذا صلاة تيهر وقت إذا واشيء وقصو عدي لكن نوفا إذا صلاة عشاء كتب من الهرد كرين كهر إن الهرد كرين يكرهيته إن صلاة إلا وصلى جياب إن صلاة إن 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 لا شيء كيسن كرين إلا صلاة وحي حاجة وحي حاجة وحلاق الله يا نينا المي يسي أن أمر صلاة عشاء كذي وحبراء أما إسلام تيسا إلما مركي سحذاني حظان أموري قرية كهلا يعني إلى إلما يوربا جونا إلما هرتوا ديال وهذا اللي عليه رسمه خلاف كح هذا كده حي حال جدنا إلما هرتوا إني وحسبوا شيء كان حلا إلما مركي لسه يحي كذي إن وهذا حلا وحاسو كلا ودبوا ولا يكره ولا ولا نفر كره لكن وح كلا كرهي وأنا نفر ساسو حديث كاس وفائدي حديث كلا وكان مركي وشيء كان مركي صلاة وعن علي رضي الله عنه وعلى قوري علي الله كره النقض علي بن ابي طالب حديث ديسا نبي قص قال ويفر بضيهن لكن اصحابه البخاري مسلم كاركتد ويكف محيه لوقتي فتنه علي حديث بن ابو بن ابو علي
وعلي يساسير علي يساسير علي ما دام وخلاف خلافة عثمان من كوخ أصيغ أدنتي وخلافة أصيغ للبايع ومعاوية هرر الشام كلي إيديدين إني للبايع تمان هالكاس فتنة كده عادي فتنة ناس مركب حكي أنتي إنه قولك لا قواري يا صوب أحد علي كوب أحد قولوا حا صوب أحد علي تشيع كوسا ميسو شيعي إلى هني مقارسيتي مركب حديث بغنو لغبين أبو تايمت ولذلك حديث البخاري مسلم كجرة متفق عليه فرطي أفر حديث وكلي لباتن حديث بخاري مسلم حديثي يصوريين نبا وفرتي أفروي متفق عليه لباتن يا مسلم بخاري متفق حديث لعلي بينما بخاري سقال حديث كليو حديث وصو صار بخاري علي وصو صار مسلم لا كشان يتمن حديث وصو صار نعم وحيد أمرك اللي تكتن وفرتي أفروي لباتن متفق عليه كان وحوك ميدي أمرك حديثي متفق عليه عن علي قني عليك يا رضي الله عنه تعريف وقلفذي أفراد قلفذي قبطوي إن جعفر تمسن وكي كوينا جعفر النبي طالب نبي قدير كيس لا النبي عليه الصلاة والسلام علي وعلى سوق كري وأبي طالب ما دام سوق كري أبيس نبي علي أبيس وسوق كريني وملس الجوجين المهاجر يرمك لي لأنك هو سوق إسلام وها وري ضدير سوق إسلام خديجة دمر كذا وريسي أبو بكر ركز وري ضد سوق إسلام علينا إلى ما هجر رأسه ورياليري ولي السنة مسجودين محيلا إسلامي أسوق عن قرنو إسلامي إسلام نبي ساس أحد مركا إن علي غني عن تعريفه ما نكر وكهذا الحلقة ينكسم يقول فاء الراشدين تهرع كاس عن علي رضي الله عنه حلقة ورية أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي نبت جن حديث كركي ساعتين قال وعجر يوم القندق قصبة الأحزاب ويا قندق وعلي وما ننتي إن وتشركوا بين أحزاب قلنا صورة قصة الأحزاب نوالي لها وإله كجاه الله قرآن كان كجاه الله وغلبت حناجر إجارتي قال إيو يهود إيو نين سنة عبود قبائل العرب للنبي قلت الشذين إن إيه ولذلك سلمان الفارسي وحوك إن قد المدينة لقى قضى مركب مدينة قد كاس قنت قالي لها نعم قد كاس على قضى مركب قد قضوا جيس يكون مشغول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت هس قد عدو ودير جروب أيين الجهات كسو ديار جروب أيين وحاد على إني صلاة عصر إلا بان صلاة عصر إلا بان ولذا وقفكم من أدب وإلا نبقى إلا عليه الصلاة والسلام روايتك الحلي عمر أسوح حسوسي على الليل قال وحول يوم القندق وحول نبقى هوارتمي وحول هباري قال ذي هباري وحول ملأ الله قبورهم قبورته ذي إلهي كبوحيو نعم عذابها كبوحيين وبيوتهم قريهو ذا نار نار إلها كبوحيو وهباري محايا لي صلاة عصر وكاتكتو وقتل وي حديثا كأر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة عصر كتكتو حبت العمله صلاة عصر وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث حبت عمله قال كارو حوي مال كيس إهل كيس وضبقوا أنك صلاة عصر كتكتو مال كاي إهل كا وضبقوا ولذلك صلاة عصر اسكي لالي صلاة العصر وحوي وحن ان 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 الوجود دالوي إله القرآن كلمكم يري حبت لالي مركم يري وحوي هذا هو صلاة الوسطى صلاة العصر وي وقوموا لله قانتين مرك صلاة العصر كا نينك كتكتو ونين ضب مال كيس إهل كيس ضب قوي إسكي إلالي صلاة العصر إنك كتكتو صلاة العصر كا قاسة صلاة لها إن 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 يو أجر وذليهن صلاة لها عشها يو فجر كا يو وحقوس أرونا حديث كبيقول لو يعلمونا هدي وقالها يين صلاة داس ومقدق الوطوان ما في العتم لا أتو حبوة قرقور ذلو مالا صلاة عشها يفجر كا أجر وين أفجر صلاة العصر والله ميت ولين صلاة عصر كجودزها كتير من النبي وعليه نكاس وعليه حبيد عمله عمل كقبني أجر كله هذا ما نكاس هو باباي ما حد صلاة عصر كاتكتي ساسو النبي وها بحرت مرك مرك إسكيل على صلاة عصر في الأوقات صلاة إذا أوقات إلهي وذليين أي أحد أنا كلاه إن شيخ هذا وعليه شيخ عبد القادر وحوي شيء هاي مغلين وح إن ما أنت يوم الأربعاء وحوي الأربعاء اي قانان ان صوفيين تبعنت اربعة صلاة مان اربعة حديث جابر اجره وصحيحه وصعره رؤول النبي عليه الصلاة والسلام صدح مان لود عيسى سنين اتلاله مانت اربعة لك اقبله ولذلك جابر وحوليه كنت اتحرى صلاة عصر مركي لتوكدو عصر كان كوكا ينين مانت صلاة عصر كي مانت اربعة وعدوى لأقبله اربعة قاسي اولا ده اربعة مركة ميلها سيكا كينين الغيب الصوفيين ما الله اعلم نعم ان مرك صلاة عصر كاس كتكتو النبي عليه الصلاة والسلام أيو وحوليها مرك إن 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 هبعتمي وحول ملأ الله قبوره إليها كبوح القبور توضا وبيوتهم قروه ذا النار محادعي كما شغلونا سيدنا وهم مشغولين عن صلاة الوسطى صلاة الدحاء حتى غرب حتى غابت الشمس إلى قرحة كالعرب وفي لفظ المصنع حكوسكم هذه وحولي شغلونا وحين نقوم مشغولين عن صلاة الوسطى صلاة الوسطى نقوم مشغولين صلاة العصر وإمامك وتفسيري مسلم
ثم صلىها وتعودت كذا بين المغرب والعشاء نبي وحوت كذا مركب صلاة المغرب كهذه عشاء تود حيسه معي لي رواية دان رواية دان وحصوب بح مسألة أيك هل كان كصوب أحد هل قف كصلاة العصر كتكتو أم هردي أو تكتي أم وإلا بي صلاة المغرب كصوب كشو أما إنك صلاة كتكتو وصلاة كلا ربنا قلا تهور مرنايا مسألة قلا هور مرنايا مسألة صلاة وقت يلجو هور مرنايا خلاف كان هل كانوا كيم المركب حديث كان لقى فائدة حديث كان وهو عدينا عليه صلاة السلام صلاة عصر إنك تكتي روايتك لو حليت صلاتك كم تجيني مخرجك وخرحت وليعرته أي نبي عليه السلام عمر حسوسي مركز وحليه مركو حسوسي صلانا العصر الصلاة عصر ونتجي نبي عليه السلام كبعد المخرج نتجي معناه وحول لا فيك مركب عليا بعصر قصوت كنا مخرج نقصوك لك روايتها خلاف كاسمح وكينا مركب إن علماء ولذلك مسألة إن التفصيل هو مهم كوب حلينا فوق هذا خلاف كم تاجنو صلاة كوب قفي صلاة كتكتي صلاة يرتاعهاته صلاة كتكتي ودبع صلاة إني كتكتمها لعذر شرعي كهلينا إن قفك مشغول ما صلاة إن صلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة إن تصير بلما ذا جيبي تقترك ولا ليس الرأينا ولا ليس جيبي ما أردت ما أنت وعلى هذا بالكورة أكتها بلنا على هذا تختار عليها وح حساب يسا إن إسقولك إلما وقتي لكينه وقتك أنا وضنتا وعلى المياه كسب حي محل جارك عبسين إنك عرفت تدافع عن نعم هل هو اللي جناح عذاب أيه للكان قتبت هذا سات قرادة أيه وحليه هاي صلاة هدي قف كتكت صلاة كان قصو كشو هدي أسوق وصلاة كلا جماعة والقيمة مثلا عشرة قتلي مخرج وحصوق لجماعة ذي وجوكت وتكوني سائمت هل تحسيناتك عصر ما تكوني وحال إسقوا فقصيها جماعة ذا سكوا حرني ساعة عصر كلا تكوني جميع هذه أي عصر كله تكون إنسان. صاد مركب مخرب كبر هذا عصر عصر كقلاين إنسان مركب. خلاف كم تعمل الناس. وحكى لا خلاف كتاجنين وخلاف كتاجنين حتى تحرر المحل النزاع اللي ذا إلا حد يذوب. وحكى خلاف كتاجنين. صلاة المخرب كعصر كي كاتجي. صلاة عصر كي أي كاتجي. وحاسوح حسوسة المخرب نفتي جسوا تجرب. مركب سوح حسوسة طي. ومخرب كي يابا أصنف سعرير كوجرو. عصر نوا كاتجي وحلس خلاف كتاجرين إذا مركز إلى مركز مخرب كتكونيسد وعش عصر كجدار كقلينيس ما حد عي هذا عصر أتوكاتل هذا المخرب هذا قلوب عزومة لا صلاة قلها تكويهدو وقت عرير قوة أما صلاة دورة كاتكتي عصر كي هذا قبل قبل نفتي سؤال مرة مخرب على دمر ربع دين كسرو وحول لي صلاة داس مركز وحتكونيسا أو سلاب قلص يكون عن صلاة وقت العريضية تقول المضيق وقتها تناقل مغرب كي وتجرب مغرب كهرب مرة كبعد عصر ككين لكن خلافك أنتوا كجرامر لبلاس نقطة خلافكم ما تاجنوا خلافك كود حال صلاة كات تكتي مساجك صوب كشيء عصر وكات تعتمد وحاء تعتمد المغرب اللي تكون الجماعة ذا كتؤل تكون إيسا عصر كعمل استعجز كذلك القلين تنا لبادنا أقول حيت هاي وتنا هذا الشيء المثال كان كلو أسرعنا وقت عريري كاه صلاة دان هدا اللجو وقت عريري كايا إذا هرت بلا بيسا كبعد هنك الغلي خلاف لك وحقو تاقين يعني عسرة وحصوحة كاتقي مخرب كنو هدو بلاو يعني بلاوة مخرب كذا لك تو كرتا دارت وولم كاتقي أما دورة كاتقي عسر كنتو بلاو يعني حالة دا سوكا لترتيب كما لإلالنا يعني وحسامين يسا صلاة دي هرت قلد هدا تكون يسا كدبنا وحتكون يسا الترتيب عند الجمهور المذهب كشافعي مركا في رسيد وحكولي ليس بواجب إنما هو مستحب صنوة عند الشافعية بينما عند الحنابلة عند الحنفية وحي قبائل واجب يعني مركا دو واجب يعني قولوا الله سبحانه قبتها صلاة ترتيب كذين إلا عليهم صلاة إن ترتيب كلا إلا صلاة وحكولها هرية وظهرها هرية عصرها كحي ومخربها كحي إذن وحتكون إيسا صلاة وقت كذين هرية تكون إيسا عصر كي قلوبة تكون إيسا بعد مخرب هذا تكون إيسا أن أما ظهر كقلو تكوني كبعد هذا العصر كتكوني ساعة سيأكله الرئين يسوي حيينا ترتيب إلى الناس في خلاف كوز علماء المركز واجب مستحب للأسواق هستامهني حتى مستحب إلى سماوي حتى ماذا بشافعي ترتيب إلى لاوي ترتيب كاسوا صلاة سيسكون حيان إلى إلى لويته إذا مسألة سماشة كسب بحدة مركز هذه صلاة كاتكتو ووقت عرير قوة هاي ترتيب كإلى الناس هذه لك وقت عرير قوة صلاة ضم وقت العرير يعني فرد جاهر مرة ساعة نعم نبي عليه الصلاة والسلام مركب محسن به هالكلام وعليه هاي مركو عشر كتكتي قد قصوة الغندق وقتكتي واهب أحتمى نبي عليه الصلاة والسلام وعلي شغلونا عن صلاة الوسطى
صلاة وسط ينجا حنا وعليه حتى غابت الشمس اللي قرأت خد عذ قرأت خد عذ مخرب صوكره. لكن رواية مسلم على هذا شغلونا عن صلاة الوسط أنا جمش مشغولين صلاة العصر ثم صلاها حديث عمر وي بين المغرب والعشاء وتكذب النبي عليه الصلاة والسلام هلك وحعد إنه صلاة وعصرك مغرب كهور مري كبعدين عشاء وعصرك خليه. لكن حديث عمر وعليه ما يعصر كهور مري مركا حديث عمر قول الشافعين تتري أن 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 أنشأنا عليه وقت عريركم ما أهين عصرك وحي كذب الناي عصرك كهور مري ساس كهور مري ترتيب من إلالين ترتيب قاسك مستحب عند الشافعين ترتيب من إلال أي وقت جاء وحول الناي والصلاة حتى غابت الشمس لأن وحي عدين سا وقت إنه صوق علي إنه أوتوا كذا. وعن عبد الله بن مسعود حلقوا الروايات كلام عليه حبس المشركون مشركين تي حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر كحبستي حتى احمرت الشمس قرح ذيك جذوذ ما دعين مركان فيري حتى احمرت الشمس وادعين تامرك أو أصفر الأمواج جالوذ جالين نقطي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجري شغلونا وحينك مشغولي عن صلاة الوسطى ينك مشغوليين صلاة الدحي وصلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا قبور توضب إيو يا يا لها كبوحية يقريه ذب على كبوحية النار وقال وحير حش الله إلها كبوحية أجوافهم وقبورهم نارا مثلا هذا كله ماشي كوجر سوحي تاني على قال هذا اختلف العلماء وحسقوا الله في صلاة الوسطى معيته. فذهب المذهب أبو حنيفة إمام أحمد وحي قبان صلاة الوسطى نيته صلاة العصر نيته صلاة الوسطى حافظوا على صلواتي والصلاة الوسطى وحكوا فسرين آيات داس. ولذلك آيات داس وحيات مثل هواية الشاذة وعايشة لقصة ورياجرته ايه دهيسو ان ويلك مصحفة اللي هيد مصحفة اللي قرية عايشة مركا بحيو كوتر مركا آيات دان قارتين إيشي قيتري وحيو مركا قار آيات دان حافظوا على صلواتي والصلاة الوسطى وحيو فلما بلغتها مركا قار إلى مساق قرية كتابك أذنت لها وحيو وأدمي وأشيغي. فقال وحيو كوتري قر وحاق قرتها حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى صلاة العصر قدرتني مر قراءة جرتوا لها صلاة العصر صلاة الوسطى ماشي هي صلاة العصر. ولذلك أن حديث كمرك مثل هذا وقرادات كشاد كأه وعليه الله يبنى عليها الأحكام ابن مسعود أساس وقال له. ولذلك بعض فقهاء قالت أرنت أسؤه قرادة شاد محمد مركي لك الله كفارة اليمين وقال كفارة يمين محايهين ثلاثة أيام سوما رواد حال المتتاليات ومتتابعات أجرت رواد شادوا يصور القرآن قوام كجر تالي لكن رواد شادوا. ولذلك بعض الفقهاء والقاتل وعليه ما دام متوادا إنك كفارة صون كبحناية وحلق ربع ستح برسكو حكتين وصوب لكن عايدوا حيتري ثلاثة أيام يتري ملكم متفرق ما أنت سوي بكرتا ويك كلام مالك لك سوي بكرتا كفارة يمينك. لكن رواد شاد كفقهاء قالت وعليه ستح بروان أسكو حكتا وحكم ذا إلى والذين يولون من نسائهم تربوا أربعة أشهر من كلير في إنفاقوا فيهن هذا كجرت في إنفاقوا فيهن كدريسا فيهن ذا مثل أبي حنيفة قاطئ قال أشهد وعليه لكن أكتي سكرنا هرتو ويرى والله ومكود وانا ويرى أفر بلاد السوا لكن أفر بلاد جذوذ نقصون نقلوي أفرت إنك لما تمر السوا قال لك من السوا يب معي فيهن وحكي أنت إن أفرت جذوذ نقصون لابد هذه لكن فيهن اللي قصها روح أفرت مكيا ولا ما تكب على اللي إسلام دفر أما دق مركز أيو قال لك نهاية صارت رادت قراءة عائشة شيء يسوى قراءة الشاذة ولذلك لا يبنى عليها حكم أخص حكم لغم الإسايا وحالا ماذا لفظ كده مشترك يه بعض الفقهاء وحي كسو قاتل وقوموا لله قانتين مركي ليري قانتين كانوا وحي قنود كفصل لفظ قنود لفظ مشترك وي وحناك كرا يطلق على القيام والغيرها إن إله لو قوموا على السقوط وناك كرا قانتك وحنق كرا على كثرة العبادة قانتات مرك الله وكثرة العباد الحافظات المسمى القانتات مرك الله وكثرة العبادة مرك إن قنوت كل وقف صلاة الفجر قول سكن وأسجن القادنين ومعدن لفظ ما دام ومشترك ويا تانو لمديها مرك كاس. ولذلك وايديدين ولذلك حتى وحيرين قوم وصلاة الوسطى أنا وحام قادني مذهب كوحي قبان صلاة وحير وسطى مع عسره مذهب كأبي حنيفة إساسي رهين أحمد قول هذا كل وحيرين صلاة الوسطى وحوي صلاة الصبح وحوي صلاة العشاء وي لا بد أسمي ذنو خلاص صلاة الصبح ولا قاتلي وعين صلاة الصبح وسطة معنا لا بد صلاة ومال الماء إلا بد هبين مغرب العشاء إلا بد نهار إذا وسطوها
حديث ما قصورت له علم ما في أحد وكجول لها لأتوه حبوة حديث كسود الزدين صلاة قرقورك لو تجاي وصلاة صبحة كجرت مركز صلاة صبحة أي ككينين أي قاتن أي جنا سك الصباح هاتين قولك مركز صلاة راجحي وحيتها صلاة العصر ك أي وسط محاد عي صلاة النبي عليه كجود يوم من فاتته صلاة العصر حبط عمله حديث أي وكما قال النبي عليه السلام عليه نك صلاة العصر كتكتو عمل كيس وباباي عمل كيس وباباي حديك وحد نك صلاة العصر كتكتو أسرق أو ترى ما باله أهله وترى كل عي وضبق عي صلاة كتجي حديث إذا سنوحي عدينا مركي إن صلاة الصبح عصر يقير لي هذا مركي صلاة عصر ك سدوا كلا وحا كلا وان شجنا صلاة العصر ك دعاء ولا أجيبه حتى ساعدة والله هاي مال يوم الجمعة وحقو جرت ساعد وإله سبحانه وتعالى نكو إله وافجي صلاة ودعاء لا أقبلها علماء ذو حليه إنك استقاري الإمام كنتو كريم واي قال قوله وحي قبان صلاة العصر كنيته وليلة جمعة جمعة صلاة العصر جمعة هذه إسكي إلى عليها إذا عصر إنته دنا عصر جمعة ذو كأدي وعلى ذول السلف كحلاقة سوري صلاة عصر ك إن إلا مختص كانوا حليل خلو يسمي جرين خلو وضم الفريضة جد دعاء قال معايله لعل الله إنه وافجي ساعد عص إنه دعاء لك أقبله صلاة عصر ما أنت يوم الأربعاء ولا شيء ما أنت أربعة حديث أبو صقر حديث كجابر ولا نبي صدق ما ندعاء وحلاقة أقبل ما أنت أربعة ولا تحروا كانوا يتحرون إن إلى ليان صلاة عصر كأربعة ما أنت أربعة إن لا إلى لي إذا أبو صقر إذا قول كاس أي مركز أي رجح أحسن نعم ان قنوطك ولي كوسو جرا و خوكوسو جرا ان حديثك كلا و اه ان حديث كان شيخنا تي سو دليسي مذهب الشافعي انت ايو علماء فقه هذا كلا لو يعلمون ما في العتمه والصبح لا اتوها حبه حديثك سو دليسي ان سدو كلا حديثك لها صلاه الوسطى فردي الفجر كوي و خلي من صلى البردين دخل الجنه مردين صلاه الصبح كجرت و صلاه عصرك اي صلاه الصبح نك تكودو اه زين و خلي هي ان جو خغلا ان حديث كلا وحليه إن والنبي قلناها في إني استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أنت يا قرحة دعين أنت صبحين حدات إلى لسان صلاة داس أجر لي ذاي آيتك لا أوليه وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إذن وحي عدينا صلاة إن قبل الغروب قبل طلوع الشمس وفجرك قبل طلوع الشمس وصلاة فجروي مركز ساس أي كوك هذه نعم إن حديثك كلا عن شيء نوع كان من ترك صلاة العصر فقد حب إذا عمله قلدك لا يسود لستي نعم سكة استبه مركي نقطة أرنتاس أو أن صلاةها إذا واجباتك ودتك وذا ساريهين وقفك الله ربو إن صلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا إيتهاي أي هذا الإله سبحانه وتعالى صلاةها سوكالي ولذلك صلاة عشها إيه صلاة الفجر كمحاق وفل البدين كوه كالي وفل البدين صلاة المنافقين ما هنا لير المنافقين تمحاذر جري مساجد صلاة المنافقين توعوا صلاة دتك وبدين وما منافق وحلو يقنا وهو بارلمان كوجوري وزارة هيو ما أنت عيد وتكاي ما أنت جمعة ما حد جمعة هذا بطن جمعة هذا بطن صلاة المنافق الله صلاة كلام كواركيس مساجد مساجد وحلو ما عيد يوصل إمام يشال يوصل قاتم يشوف أركا مرك صلاة المنافق ومعالي الحربة صلاة عيد وتجي أما ما ذحين ياشي حتى كتر كل صلاة عيد دتك تجينا صف قري كوجران مرك ري وصف كوجران مال أركا أما صلاة الجمعة نعم صلاة الفجر عشاء لك وحوي نين صوت يبتوا إيمانه صلاة الفجر وحصوت بحاي نين صوت يبتوا إيمانه نين إله وافجي إيمانه نين كسر مسك إيمان كرب صلاة الفجر أيوه حليه مركب صلاة سوق بقى ولذلك حديث وعلى النبي عليه نين كصلاة كنت عشاء جماعة كنت كده فكأنما قيل نصف الليل هو فكأنما قام نصف الليل نين كصلاة عشاء كنت كده جماعة أصلا نصف هبين صلاة الليل أستأجنا هذا المتاع ومن صلى صلاة العشاء فجر كتب الجماعة وعليه وكأنما قام الليل كله هبيك لنا هذا وصول جيدي أي لمتاع وقيام أو حتى كنيس إذن مسألة ذا سمركة إن لسك إلى عليه وأيضاً هو مهم نعم مشركين تهملكوا لفظ وقوص عمال مركة وليه هاي وحبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنترنت وحير ضعيف على قديم إنت كان ضعيف ونقضوها وحيرة تعمير نعم نعم وحلي هاي إن صلاة أوج المشركين تحبسنا صلاة عصر حتى احمرت أو صفرت وقت الكراهية لك هذا يا مرك عن صلاة المنافقين تحلو كرتا إن
salaadu ka tagirto xulay ar salaata ay ka tagirto asrki ku tagiro wees qaadana duurki oo ka tagay okay waad naam at okay and xulay marka and salaadu ka tagirto marka ka daba gaarsiis amal ayaa leh waqti waqti karaahiye way waqtiga saaraya naam waqti isfiraar waqti karaahiye ku timaade naam waqti karaahiye ayaa sideedaba lagu timaama and مسألة كلا كنت أو هل كان يسوع بحسنها يكون قتلنا وعيتها قال هذا ملها بارك أنا قال هذا ملها بارك أنا معي النبي وها وهتمت علماء وحير هين قال هذا ملها بارك أنا مطلق وآيدها القرآن كأيه وأكوت يمد قال روح لي مركي قال فوحكا هلا يا أباري ساكلي حديث كان دوحو عدي قال النبي مشغولي صلاة العصر مشغولي نعم لكن إن أنت كلا ينادى هبارت ماها بس علماء وحق قبط إن لو دعي ولذلك حيصود لسدان أن اللهم هده دوسا نبغى عليه السلام لأن قبيلك دوس ولا شيء غير دوس أي قدر نبغى عليه السلام قال هذه دين تقصو شيء دين تمركي ونقول تقو شيء وإلى الله الرمية إلى الرمية وابا أستغي بسو إريين مركا سوصو عروض مركا داعيق نبغى بحيورا كون هبار نبغى نبغى هبار وقلي هبارك نبغى ما شو قلو عينك سو نقض لهين نبي واقف سمر بحور الله ما هدي دوسن إلا يسهرون يروح دعي كل وضوء سهرونين ب نعم نكمل مركب دبوا أنت كدبوا ولو دعي كلا لكن ما كهذو هنا أنا كتهبارك كهذا لكن دعاء البنات نعم قال كنتوا نولي ولو دعين كلا ما أنا كنت أنت ولو دعين كريم نعم إبراهيم أبيه سو دعي وو ولو يروح عليه هو دعين لي بعي بريا كته مر بهذو نك قال وكل مو كنتوا كنت حتى إنه إله ونحرس لما ليه كرو إله إله واقو عمل كيس خلاص عذاب إله أك أفصله لكن أنتوا نول يا إلهي سبحانه وتعالى كرت قال كان قال أصل شقيسين أو كو أرت أخلاق ليس وناكسن دتكو كرامينا إن وانين معاملة في عنه نكاسا هنوك ولا جعل كرت أمرك حري كرت إله مرك صلاة الفجر تكوت العشاء دي كرت إله وقال إله جوي إلهي سبحانه دعاء هذا سبحانه أجر أقول هذا إله سبحانه وعلى يبرن أسلام صقلا نفي عنا عرفت نك نب كبدنا أسلام كنيبا إله أسلام كنيك عن كخون ودي كرت أسلام كنيبا إله أستانك إن كان كقبو نعم ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام أحد العمريين وعمرين ودعيين الدين صقلا مركي نبقى لقب ذي إله سبحانه وتعالى إله بقر عمره من قطاب وقر لك أبي جهل وبقر أبي جهل قال لما قلت لكن حنون نبي قد عزيز وحكسوها نون عمر من قطاب تاسر إلى نامر حديث كاس وحكسو كوبينا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.